حساب علامات الامتحان. كل طالب متقدم للامتحان تحسب له 3 أنماط من العلامات، وهي أولاً علامة العلوم الطبيعية للطالب المتقدم للكليات والمعاهد التالية: الزراعة، العلوم، الكيمياء، الطب، البتروكيمياء وإلى آخره. المادة الرياضيات القيمة 2، عدد الأسئلة 20. الكيمياء 3، عدد الأسئلة 20. الفيزياء 2، عدد الأسئلة 20. علم الأحياء 4، عدد الأسئلة 20. اللغة الإنجليزية 1.5، عدد الأسئلة 10. اللغة الكردية 2، عدد الأسئلة 20. اللغة العربية 2، عدد الأسئلة 20. الثقافة والأخلاق 1.5، وعدد الأسئلة 10. وتحسب العلامة في هذه الحالة بضرب علامة الطالب في كل مادة بقيمة المادة، ثم يقسم المجموع على مجموع قيم المواد. مثال: لو حصل طالبة على العلامات التالية: في مادة الرياضيات 70، الكيمياء 65، الفيزياء 80، علم الأحياء 85، اللغة الإنجليزية 90، اللغة الكردية 95، اللغة العربية 80، الثقافة والأخلاق 70. علامة الطالب في الرياضيات 70 ضرب قيمة المادة 2 والنتيجة 140، الكيمياء 65 ضرب 3 والمجموع 195، وهكذا إلى آخر المادة. الثقافة والأخلاق علامة الطالب فيها 70 ضرب قيمة المادة وهي 1.5 والمجموع 105، فتكون مجموع القيم 18 ومجموع العلامات 1425، فيكون حساب علامة الطالب في هذه المجموعة كالتالي: العلامة تساوي 1425 على 18 والنتيجة 79.16. ثانياً، علامة العلوم الرياضيات للطالب المتقدم للكليات والمعاهد التالية: البترول، الرياضيات، الفيزياء، ريفيكاف، معهد الميكاترونيك والمعهد الإداري إلى آخره. المادة الرياضيات القيمة 4، عدد الأسئلة 20. الكيمياء 2.5، 20. الفيزياء 3، 20. علم الأحياء 2، 20. اللغة الإنجليزية 1.5، 10. اللغة الكردية 2، 20. اللغة العربية 1.5، 20. الثقافة والأخلاق 1.5، 10. وتحسب علامة الطالب في هذه المجموعة كما حسبت في المجموعة السابقة، أي ضرب علامة الطالب في كل مادة بقيمة المادة، ثم يقسم المجموع على مجموع قيم المواد. العلامة تساوي علامة الرياضيات ضرب 4 زائد علامة الكيمياء ضرب 2.5 زائد علامة الفيزياء ضرب 3 زائد علامة علم الأحياء ضرب 2 زائد علامة اللغة الإنجليزية ضرب 1.5 زائد علامة اللغة الكردية ضرب 2 زائد علامة اللغة العربية ضرب 2 زائد علامة الثقافة والأخلاق ضرب 1.5 والمجموع تقسيم 10. ثالثاً، علامة الأقسام الأدبية للطالب المتقدم للكليات والمعاهد التالية: اللغة العربية، الجغرافيا، التاريخ، الجينولوجيا، اللغة الكردية، الإعلام وإلى آخره. المادة التاريخ القيمة 3، عدد الأسئلة 20. اللغة العربية 3، 20. الجغرافيا 2، 20. اللغة الكردية 4، 20. الفلسفة 2، 20. الرياضيات 1، 20. الثقافة والأخلاق 1.5، 10. وأخيرا اللغة الإنجليزية 1.5، 10. وتحسب علامة الطالب في هذه المجموعة كما حسبت في المجموعات السابقة، العلامة تساوي علامة التاريخ ضرب 3 زائد علامة اللغة العربية ضرب 3 زائد علامة الجغرافيا ضرب 2 زائد علامة اللغة الكردية ضرب 4 زائد علامة الفلسفة ضرب 2 زائد علامة الرياضيات ضرب 1 زائد علامة اللغة الإنجليزية ضرب 1.5 زائد علامة الثقافة والأخلاق ضرب 1.5 والمجموع على 18. رابعاً، علامة الترجمة تحسب هذه العلامات للطالب المتقدم لمعهد الترجمة: المادة اللغة الكردية القيمة 3، عدد الأسئلة 30. اللغة الإنجليزية 4، 30. اللغة العربية 3، 30. وتحسب علامة الامتحان في هذه المجموعة كالآتي: العلامة تساوي علامة اللغة الكردية ضرب 3 زائد علامة اللغة الإنجليزية ضرب 4 زائد علامة اللغة العربية ضرب 3 والمجموع على 10. طريقة حساب العلامة النهائية:
70% من علامة الامتحان و 30% من علامة البكالوريا، أي علامة الطالب 0.7 علامة الامتحان زائد 0.3 علامة البكالوريا. نتمنى لكم التوفيق والنجاح لجنة إعداد المفاضلة.